يوم جديد يقربنا من الخامس من نوفمبر. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية. معي راوية القاسم، أهلا بكم. نبدأ بأبرز العناوين. دونالد ترامب يوجه الاتهام مباشرة لبايدن وهاريس بعد نجاته من محاولة الاغتيال الثانية خلال شهرين. ومنفذ محاولة الاغتيال مؤيد شرس لأوكرانيا يكره دونالد ترامب ويتبرع للديمقراطيين. وجهاز الخدمة السرية يشكو من نقص الموارد لتأمين الرئيس السابق، وبايدن يتعهد بالمساعدة. على النقيض من محاولة الاغتيال الأولى، دونالد ترامب هذه المرة لا يتردد في اتهام الديمقراطيين في محاولة اغتياله. في اتصال مع فوكس نيوز ديجيتال يقول ترامب إن السردية التحريضية من قبل بايدن وهاريس والديمقراطيين هي السبب في إطلاق النار عليه. وقال ترامب: لقد صدق المهاجم، صدق خطاب بايدن وهاريس وتصرف بناء عليه. أنا الشخص الذي سأنقذ البلاد، والديمقراطيون يدمرونها من الداخل والخارج. إذن بعد توماس ماثيو كروكس الآن رايان ويسلي روث يسعى لقتل الرئيس 45 للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة. يقول أريك ترامب نجل الرئيس السابق: كم حياة تبقت لوالدي قبل أن ينجحوا في قتله؟ بدأت القصة أثناء لعب ترامب الجولف في ملعبه في فلوريدا. حمل المهاجم بندقية كلاشينكوف الروسية الشهيرة وثبت كاميرا على السياج لتصوير إطلاق النار قبل أن يلمحه عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفون بحماية ترامب ويطلقون عليه الرصاصة دون أن يصيبوا. هكذا روى ترامب وأحد مساعديه القصة لمذيع فوكس نيوز شون هانيتي الإعلامي المفضل لترامب. Steve Witkoff described it to me this way. The president confirmed the story. They heard pop, 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 pop. They knew it was a gunshot. Immediately, within seconds, the president was on the ground, covered by brave Secret Service agents that did their job, protected the president, immediately got him out of the area and to safety. And then everybody else followed thereafter. So they did their job. They were amazing in terms of how quickly they responded here. ألقت الشرطة القبض على المهاجم ولا يزال قيد التحقيق، وبدأت المعلومات تتكشف حوله. 58 عاماً، صاحب سجل كبير في المحاكم الجنائية والمدنية في ولاية نورث كارولاينا، لديه نحو 100 قضية، ثم انتقل بعد ذلك لهاواي. يقول عبر حسابه على اكس انه كان مؤيدا لترامب في عام 2016، لكنه اعتبره منافقا بعد ذلك، وقدم تبرعات للمنصة الديمقراطية اكت بلو بنحو 100 دولار، ويظهر من حساباته انه يؤيد سياسة الحزب الديمقراطي. وهذه صورة لسيارته أمام منزله في هاواي، ويظهر عليها ملصق حملة بايدن وهاريس الانتخابية. هو مؤيد شرس لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتحول هذا الأمر إلى قضية حياته. سافر إلى هناك عام 2022 وعمل على حشد التبرعات، ووصف الصراع بأنه بين الخير والشر. 56 from the US, from North Carolina originally, so I live in Hawaii now, so flew all the way from Hawaii here. So the question as far as why I'm here, to me, you know, a lot of the other conflicts are gray, but this conflict is definitely black and white. This is about good versus evil. This is a storybook, you know, any movie we've ever watched. We're at a critical juncture in this war where we are sitting on the fence as far as whether good or evil is going to win. You know, right now we're looking at a situation where the world is waning, and it's thinking that this is important or not. And we're at a point where, you know, all right, are we going to stand for humanity, for human rights?
موقف بالتأكيد لا يشبه موقف ترامب الذي يريد إنهاء الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا والوصول إلى تسوية سريعة للنزاع، يصفها خصومه بأنها دعوة للاستسلام. يقول أوران روث نجل منفذ محاولة الاغتيال: والدي يكره ترامب كما يفعل كل شخص عاقل، لكن لا أتخيل أن يطلق الرصاص عليه، كذلك لا يتخيل جيرانه أن يقوم بهذه المحاولة. We heard the news today, and it's just been very surprising. And you know, obviously, it sounds like it's a alleged occurrence. But you know, the officials do their diligence in finding out what really happened. But if he did have anything to do with it, it's very very shocking to us, certainly. تنضم إلينا من واشنطن نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية هناك. أهلا بك معنا نادية. ما آخر المعلومات التي تكشفت حول محاولة اغتيال دونالد ترامب للمرة الثانية، وحتى الآن ما ردود فعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ أولا رايان ويزلي راوث هو في قيد التحقيق من قبل عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي الـ FBI والشرطة والشرف التابع لولاية فلوريدا. طبعا هو كما عرفنا لم يطلق إطلاق نار على الإطلاق، يعني لم يتبادل إطلاق طلقات نار مع عملاء الشرطة السرية. كانت لديه هذه البندقية، وهو الآن التهمة الموجهة له حتى الآن هو حيازة سلاح، وبالتالي التركيز الآن حول الدافع ليس فقط على أنه لم يكن هناك ربما الرئيس في خطر، وذلك بسبب يقظة الشرطة السرية بعد محاولة الاغتيال الأخيرة في بنسلفانيا. لذا أعتقد بأن هناك مطالبة من قبل الحزبين، وطبعا الرئيس بايدن قبل قليل قال بأنه سيزيد من حماية الرئيس بالنسبة لأعضاء الشرطة السرية، والبعض طبعا الرئيس رآها بأنها هي تحدي له لأنه البعض يريده خارج هذا السباق، لكن أيضا هناك ثناء كبير على هذا العميل الذي قام بملاحظته قبل أن يقوم بمحاولة الاغتيال. لكن هذا الشخص يبدو بأنه هادئ، ويبدو حتى الآن يعني المعلومات الأولية بأنه لديه هوس كبير بحرب أوكرانيا وهو تطوع بها سابقا، وبالتالي قد يكون هذا هو السبب الأساس بأنه ترامب يعارض أو يصور وأنه يعارض الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا، وبالتالي هو يعتقد إذا وصل إلى البيت الأبيض معناه سيكون موالي لروسيا أكثر من أوكرانيا. طيب نادية، دعينا نستمع لما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي وأيضا بايدن تحديدا الرئيس Biden. Thank God the president's okay. I think we got a full report so far. They're down there tonight. But one thing I want to make clear, the service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they in fact need more services. So that's what we're going to be talking about. Are you concerned about the rhetoric in this environment? They need more personnel? They need more money? What kind of help do you think? I think we need some more personnel. I think they may need deciding whether they need more personnel or not. طيب نادية، لماذا كل هذا التأخير بتأمين موارد لحماية ترامب، وكيف تفاعل الجمهوريون مع هذا؟ لأكثر من سبب. السبب الأول أنه ليس رئيس حالي. الشرطة السرية توفر الحماية الأكبر إذا أردت عندما يكون الرئيس في البيت الأبيض، وطبعا هذا ليس الوضع مع الرئيس ترامب. وأيضا هناك مشكلة أساسية بالعدد، يعني الشرطة السرية تحاول أن تصل إلى 9500 عضو في داخل هذه الخدمة، لكن حتى الآن لم تتمكن من الحصول على أكثر من 8000. وبالتالي التركيز الآن محاولتي اغتيال في أقل من شهرين، أكيد سيكون هناك مراجعة مرة أخرى، رغم أن رئيسة الشرطة السرية استقالت عقب محاولة الاغتيال الأولى. والآن على فكرة اليوم الرئيس ترامب سيلتقي شخصيا مع رئيس الشرطة السرية سيكريت سيرفيس بالإنابة، وسنرى إذا كان هناك إجراءات أوسع وأكثر، لكنه كان في ملعب غولف، وبالتالي ربما السؤال الأهم الآن هو كيف عرف هذا الشخص بوجود الرئيس في هذا الملعب بهذا الوقت بالتحديد في ويست بالم بيتش.
الخليج، وبالتالي إذا كان لديه معلومات ليست عن طريق الحظ بأنه يعتقد بأنه يلعب في هذا المكان، إذا كان هناك شخص آخر يعطيه المعلومات، هذه ستكون موضوع نعم. أكبر للتحقيق، وبالفعل ستكون هناك مؤامرة. طيب نادية، وقع محاولة الاغتيال هذه على الشارع، هل هناك تعاطف من الشارع الأمريكي؟ وعادة يعني محاولات الاغتيال للرؤساء هل ترفع من تأييدهم، خاصة أنه نحن على بعد يعني تقريبا أقل من 50 يوم من موعد الانتخابات؟ صحيح، هناك تعاطف بشكل كبير، لأنه العنف لا مكان له في الولايات المتحدة. رأينا عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال حدثت ضد الرئيس ريغان، وطبعا اغتيل الرئيس كندي قبل ذلك. أكيد هناك حملة تعاطف، لكن هل ستؤثر بالنهاية على التصويت؟ لا أعتقد، لأنه بالنهاية هو الناخب يعني المتردد أو المستقل اللي هو مهتم بالقضايا الأساسية. لكن بغض النظر، أعتقد بأنه الرئيس نفسه قال بأنه ما شعر بالإحباط به لشون هانتي هو بسبب أنه لم ينهي هذه اللعبة، يعني كان يتمنى أن ينهي هذه اللعبة، وبالتالي هو يتحدى حتى محاولة اغتيال ثانية. لنرى معا. نعم. To praise every one of these agents. Steve did say that he went up to all of them individually, thanked them, shook their hand, told them how much he appreciated them. And then he went to the, I was even, it was the fifth hole, I had a birdie putt, I really wanted to finish the hole. So, well, classic Trump, if you ask me. نادية البلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم، ولدينا بعد الفاصل. منفذ محاولة اغتيال ترامب أراد ثورة لتطهير المجتمع. أهلا بكم من جديد. حسب التحقيقات الأولية، يعتقد منفذ محاولة اغتيال ترامب أن له أهدافا سامية، حتى أنه قال أثناء فعالية لجمع الأموال لأوكرانيا أنه يريد ثورة تطهر المجتمع من غفلته، كما أنه محبط بشدة أثناء جمع هذه الأموال بسبب عدم التجاوب الكافي. It seems like that would be a no-brainer, but I increasingly get more disappointed in humanity, and I'm beginning to question whether or not we're going to end up on the right side of this equation. Sitting around and letting life go on as normal and complaining about gas prices and complaining about, you know, your luxury life in whatever country you live in is unacceptable. As human beings, we must support each other. We cannot turn our backs on anyone around the world. على طرف نقيض موقف دونالد ترامب من حرب أوكرانيا، الرئيس السابق لا يريد حتى الإجابة على سؤال: هل تريد أن تفوز أوكرانيا في هذه الحرب؟ I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. Look. We're in for $250 billion or more because they don't ask Europe, which is a much bigger beneficiary to getting this thing done than we are. They're in for $150 billion less because Biden and you don't have the courage to ask Europe like I did with NATO. They paid billions and billions, hundreds of billions of dollars. ولكن لدى دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس السابق رواية أخرى، ويعتقد أن والده ضحية لخطاب الديمقراطيين. يعيد ترامب جونيور نشر تغريدة لراين روث يقول فيها: الرئيس بايدن يجب أن يكون اسم حملتك حافظوا على أمريكا ديمقراطية وحرة، وأن يكون اسم حملة ترامب اجعلوا أمريكا مستعبدة مجددا، الديمقراطية على بطاقة الاقتراع. ويقول ترامب جونيور إن هذه الجملة تبدو مألوفة للغاية. هذا ما يقصده. We must be clear. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. And so understand when we talk about democracy is on the ballot, it is.
وللمتابعة تحليلا تنضم إلينا من أوهايو رندا سليم، مديرة برنامج حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط للأبحاث. أهلا بك معنا. دعينا نبدأ سيدة رندا بما قاله ترامب على مسرح المناظرة قبل أسبوع، وهو يتحدث عن محاولة اغتياله الأولى. Took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy. هل نجح برأيك سيدة رندا ترامب الآن بإثبات وجهة نظره بأنه حديث الديمقراطيين عنه بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية هدد حياته؟ وهو بتصريح اليوم لفوكس نيوز اعتبر كما ذكرنا منذ قليل بأنه الخطاب التحريضي الديمقراطي إن كان لهاريس أو حتى بايدن هو السبب وراء اغتياله. أنا لا أعتقد أن ما قاله ترامب اليوم حول سبب الاغتيال سيغير من مواقف الكثير من الناخبين والناخبات. أول شيء نبدأ من قام بالخطاب التحريضي والسردية التحريضية منذ حتى 2009-2008 عندما بدأ ترامب بالتشكيك بمكان ولادة الرئيس أوباما، وبعدها في 2020 شكك وما زال يشكك بفوز الرئيس بايدن. هو ساند بخطابه وشرعنا الكثير من أعمال التيارات المقربة للنازية في الولايات المتحدة، لليمين المتطرف، خطابه ضد المهاجرين، خطابه ضد المسلمين، خطاب التفرقة داخل الولايات المتحدة. لذلك لا أعتقد أنه سردية أنه هو ضحية وأنه هو الذي سيحمي الديمقراطية، إنها سردية لن تغير كثير من الأفكار أو من المواقف أو تغير كثير في الحملة الانتخابية. يعني هذه السردية هي محاولة له لاكتساب أصوات من بعد خسارتها بعد المناظرة بينه وبين السيدة هاريس. طيب سيدة رندا، بالحديث عن المؤامرات أو حد السرديات التي تحدثت عنها، العديد من الجمهوريين اتهموا مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتباطؤ في كشف نتائج محاولة اغتيال ترامب الأولى، وميلانيا ترامب أيضا أشارت قبل أيام إلى أنه قد تكون هناك مؤامرة. دعينا نستمع لما قالته. The attempt to end my husband's life was a horrible, distressing experience. Now the silence around it feels heavy. I can't help but wonder, why didn't law enforcement officials arrest the shooter before the speech? There is definitely more to this story, and we need to uncover the truth. إذن كما استمعنا سيدة رندا، الجمهوريون الآن بدأوا يشيرون إلى وجود شيء غامض، حيث أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتس أن ولايته لن تنتظر تحقيق الـ FBI وستجري تحقيقها الخاص. فهل فعلا سيدة رندا تتحمل إدارة بايدن مسؤولية هذا الفشل الاستخباراتي والأمني في حماية ترامب الذي هو رئيس سابق ومرشح للرئاسة الحالية؟ هذا ليس أول فشل للسيكريت سيرفيس في حماية رئيس. لنتذكر الرئيس ريغان وكيف كان هناك عملية اغتيال. ولكن فكرة المؤامرة هي فكرة راسخة في تعامل فريق ترامب وترامب نفسه وزوجته وأبنائه مع الحقيقة، إن هناك عطول مؤامرة ضده، عطول مؤامرة ضدهم، وهذا حسب فكرهم يساعدهم في استقطاب أصوات المؤيدين لهم واستقطاب أكثر مؤيدين لهم. وفكرة التشكيك في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المواطن، هذه فكرة قديمة راسخة في برنامج ترامب، وهذا ما يفعله الآن. يحاول أن يعمق من هذه الفكرة أن أجهزة الدولة هي ضده، هي غير قادرة، هي غير فاعلة، وهو سيأتي المنقذ الكبير لينقذنا كمواطنين من هذه الأجهزة الفاشلة. طيب هذه فكرة قديمة ونظام قديم. طيب ولكن هل أصبح العنف السياسي وخطاب الكراهية أمرا واقعا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذه الانتخابات؟ نعم، شكرا للسيد ترامب الذي بدأه من سنة 2008 و2009 وما زال يرسخه في السياسة والمجتمع الأمريكي منذ ذلك الوقت. نعم شكرا له. ولكن أليس هناك دور للديمقراطيين بتأجيج هذا الخطاب، خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل من الأشكال؟ يعني أنت تضعين كل اللوم على الحزب الجمهوري وترامب تحديداً.
نعم نعم، لأن الوقائع تثبت أن هذا الخطاب بدأ مع ترامب، وهي جزء وهو جزء من حملته وجزء من استراتيجية حملته. نعم، ولكن هناك خطاب ديمقراطي، نعم، يضعه كهو كعدو للديمقراطية، كخطر على الديمقراطية. نعم، هذا هو خطاب كذلك موجود، ولكن الخطاب التحريضي بدأ، خاصة خطاب التفرقة بين شرائح المجتمع الأمريكي المختلفة سيدة رندا، بدأت مع ترامب في 2008. ولكن ماذا عن الإعلام الديمقراطي اللي هو ضد ترامب بكل الأحوال؟ نعم، هذا إعلام سياسي نعتاده في أي حملة انتخابية، أنه يصور الفريق الآخر كفريق هو ينتهج سياسة هي مختلفة عن سيدة رندا. نعم. شكرا جزيلا لك، أعتذر عن المقاطعة، ولكن لحديثنا بقية، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم، نراكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.